أقيمت في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان صلاة خاصة لراحة مثلث الرحمات مار كبرئيل دحو النائب البطريركي في القدس والديار المقدسة الذي انتقل إلى الخدور السماوية في القدس، حيث تم نقل جثمانه من عمان إلى مثواه الأخير في معرة صدنايا بسوريا. هذا وحضر الصلاة عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. وقد جرت في عمان مراسم استقبال جثمان المثلث الرحمات كبرئيل دحو لدى وصول جثمانه إلى كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس بصوفية. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. بألم وحزن لكن بفرح القيامة تودع اليوم كنيستنا، كنيسة مار أفرام السرياني في عمان، ورعيتنا السريانية في الأردن تودع رعيها وملاكها المطران مار كبرئيل دحو، مطران اللي ما صار له زمان للأسف استلم أبرشيت القدس والأردن وسائر الدياب المقدسة، لكن ربنا سمح أن يكون عنده شوكي في الجسد، لكن من كل قلبه وبكل طاقته وبكل النعمة اللي ربنا أعطاه إياها وبأماني وبإخلاص وبطاعة قدم للكنيسة الأمور بالكتيرة. أكيد الكنيسة بتعلمنا أنه حياة الإنسان ما بتنقاس بسنين عمره إذا كانت طويلة أو قصيرة، لكن بتنقاس بعطائه بطاعته لربنا وبالمحبة اللي بيقدمها للعالم. نشكر الله على وجود سيدنا جبريل في كنيسته وعلى وجوده في حياتنا، على وجوده في هذه الأبرشية اللي حبته وهو حبها وحاول من كل جهده أنه فعلا يقدم له، لكن كانت مشيئة ربنا أنه ينتقل إلى هذا العالم ويرتاح من آلامه ومن أتعابه. اليوم هو يوم حزين للنيابة البطريركية للسريان الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، إذ أنها فقدت راعيها ومطرانها ومدبرها نيافة الحبر الجليل المثلث الرحمات مار جابرييل دحو، الذي عانى لمدة 3 سنوات من مرض عضال، ولكن أراد له الرب في هذا اليوم أن ينتقل من أورشليم الأرضية التي كان يصلي فيها إلى أورشليم السماوية لكي يصلي من أجلنا ومن أجل كنيسته ومن أجل رعيته في الديار المقدسة. حقيقة أن الوضع بالنسبة لنا حزين جدا، فقدان حبر من أحبار كنيستنا في عمر صغير في بداية عمله، كان إنسان طيب واعد. حقيقة كنا نحن يعني نتأمل أنه ربنا كان أعطاه عمر أطول لخدمة الكنيسة، لكن هي مشيئة ربنا والله يرحمه والعمر للجميع. كنا نتمنى أنه يكون معنا لفترة أطول، ولأنه قدم خدمات حلوة للكنيسة وخدماته كانت واضحة وجليلة، ومنقول الله يرحمه. وهلأ هو في الديار العلوية، وإن شاء الله ربنا بديم علينا نعمة الكهنوت المقدس اللي بيجي بخدمونا. ونشكر قناة نورسات على موقفها اللي بتيجي بتنقل هذه الأخبار لكل العالم بمديرتها وكافة العاملين فيها، والله يرحم سيدنا المطران ويعطيه الراحة الأبدية. الراحة الأبدية أعطيه يا رب، النور الدائم فليضئ له.